فإذا الآن لنرى اختبار لنرى كل الكود الذي لدينا حتى تتكون لدينا فكرة. فإذا my new theme الآن 3 الملفات التي لدينا، لاحظوا لدينا الآن مجلد اسمه parts فيه header.html، وأيضا لدينا style.css، لدينا template الindex، وهذا هو القالب. جيد، هذا هي ملفات قالب مكونات بسيطة جدا سهلة جدا. طيب هذا الهيدر يمكن أنا أن أستخدمه في مكان آخر، فكيف أستخدمه في مكان آخر؟ مثلا إذا قمت أنا مثلا ب بإنشاء هنا، لاحظوا ذهبت إلى التمبلت وأنشأت ملف جديد هنا، أنشأت ملف جديد سأسميه مثلا single.html، وبداخل single.html سأقوم بكتابة هنا هاي مثلا. فإذا ذهبت دعوني أذهب للمقالات ونعرض مقالة، فإذا هذه المقالات، كل المقالات نعرض مقالة، أي مقالة مثلا هذا عرض، فإذا لاحظوا سيكتب هاي لأن نموذج المقالات اسمه سينجل. جيد، فأنا الآن أريد مثلا أن أحرر هذا، فكيف أقوم بتحريره؟ أقوم بنقر على تحرير الموقع، فإذا هذا هو بداخله هاي. طبعا أنا لا أريد هاي هنا، فيمكن أن أحذفها، وأريد فعليا هنا أن أضيف الهيدر الذي أنشأته. إذا قمت بكتابة هيدر، إذا لم يظهر هنا الهيدر لا مشكلة، قم نقر على بلس وهيدر، ها هو الهيدر، لاحظوا يوجد لدينا هيدر هنا وهيدر أعتقد هنا، هذا الهيدر الذي أنشأناه، نعم ها هو، فإذا هذا هو الهيدر. طيب الآن إذا أردت أن أضيف الهيدر للملف السنجل، فبكل بساطة سأكتب محرر الشفرة البرمجية، لاحظوا هذا هو كودو، فبكل بساطة أقوم بالذهاب إلى هنا ولصق الكود. جيد، فإذا هنا يمكن أن أقوم بإضافة البارتس هنا بهذا الشكل. طبعا لا داعي أن تضيف هنا الثيم مثلا، هو هذا الثيم، يعني أن الثيم هو الذي أمن ذلك، لا داعي له. ثواني، فإذا جيل يسأل، لا أحتاج أن أضع هاي، لا داعي، ملف HTML عادي ويمكن أن تضيف فيه أي شيء، ولكن هنا لديك ملف HTML. طبعا هذا ملاحظة جدا جيدة، لأنني لم أشرحها من قبل، جدا جيدة الفكرة هنا. أنا عندما أكتب ملف HTML بالعادة لمطور HTML ماذا أفعل؟ أقوم بإضافة هنا tag HTML وtag body والأمور الأخرى مثلا H1، وأكتب مثلا هاي مثلا أو جو أو أي شيء. لكن هنا في WordPress أنت لا تكتب هكذا، أنت تكتب فقط التاجز المتاحة من قبل ووردبريس. جيد، والتي هي خليط من تاجز غوتنبرغ وتاج ووردبريس، فذا ووردبريس تاج غوتنبرغ وتاج الHTML، والووردبريس سيفهم هذا وسيقوم بتحويل هذا. فذا لاحظوا الآن إذا كتبت هكذا مثلا هاي مرة أخرى، هاي هلو مثلا، جيد، وكتبتها بهذه الطريقة هنا. طيب الآن أريد تطبيق الملف هنا، فماذا أفعل؟ بكل بساطة أقوم بالتحديث، ربما أول شيء أحدث ليب مثلا، وهنا ظهرت لي هاي هلو مع هذا الشيء، لاحظوا تم التحديث والرجوع للملف. فإذا الآن هو يأخذ هذا الشيء الذي ترونه أمامكم، هو يأخذه من الملف الموجود هنا بالسنجل. طيب كيف أعرف من أين يأخذ؟ هذه جدا مهمة جدا لك، كيف أعرف من أين يأخذ من أين يتم عرض هذه الأمور؟ من ووردبريس التثبيت الذي لدي أم من ملفاتي؟ فأقوم بالنظر هنا لهذا القسم قالب اسم التمبلت وأرى هل يوجد نقاط هنا؟ طالما لا يوجد نقاط فهذا يعني أنه يأخذ من الملفات. طيب لو أنا أضفت مثلا هنا صورة، يمكن أن أضيف صورة على لا ليس هذا، أنا لا أحب البحث من هنا، هنا أسرع البحث من إشارة البلس. فإذا صورة، فإذا ها هي الصورة ومكتبة الوسائط، أختار أي صورة. فإذا الآن أضفت صورة، فإذا حفظ، وإذا ذهبت إلى السنجل، هذا السنجل أعتقد، نعم هذا السنجل، لاحظوا سيظهر لي الهيدر، سيظهر لي هاي هلو، سيظهر لي الصورة. طيب بملفاتي لا يوجد صورة، طيب من أين جاءت الصورة؟
فإذا الآن إذا عطلي هذا وعطلي كلمة القالب سأجد هنا ثلاثة نقاط. إذا قمت بالعرض بنقر عليها سيكتب مسح التخصيصات. مسح التخصيصات يعني حذف هذا الشيء الذي تم إضافته وعودة إلى هذا الملف الموجود. تعلمنا الكثير فعليا لهذه اللحظة. الشيء التكراري الذي سيكون هنا موجود هو التالي، هو أن كل صفحة، كل شيء بووردبريس له تمبلت. يعني مثلا صفحة المقالة الأحادية، يعني صفحة مقالة واحدة هذه لها نموذج، صفحة الصفحة الواحدة لها نموذج، صفحة المدونة لها نموذج، صفحة الكاتيجوري والتصنيفات السنجل تاج والسنجل كاتيجوري وكل التاجز وكل الكاتيجوريز كلها لها صفحة خاصة بها. جيد. فعندما أنت تريد أن تقوم بتطوير قالب كامل عليك أن تنشئ، إذا أردت أن تدعم هذه الأمور كلها وهذه الصفحات عليك أن تنشئ صفحة هنا باسم هذا الشيء. ومثلا إذا أردت للصفحة يمكن أن تنشئ تامبلت اسمه page.html. طبعا هذه التسميات هي ستاندرد وليست تسميات يعني من عقلي، هذه ليست من عقلي، هذه تسميات ثابتة. وإذا أردنا العودة لهذه التسميات سنبحث عنها. فإذا نعم هذه الصورة جدا مفيدة، سأضعها في صندوق الوصف، جدا مفيدة هذه الصورة. إذا اسمها ترتيب تنفيذ النماذج في ووردبريس. فإذن ستجدون الشيء الذي أنا أتعامل معه الآن ستجدونه في صندوق الوصف. فإذا هذا جيد، هذا لاحظوا كل الملفات أدناها PHP لكن هي نفسها تنهيها بHTML تعمل في قالب مكونات. فالآن إذا أردت مثلا أن تظهر مثلا صفحة المؤلف، صفحة التصنيف، صفحة التاريخ شيء معين، صفحة وسم، فكل هذا تدعمها قالب اسمه archive.php. يعني أنا يمكن أن أنشئ هنا، لاحظوا سأنشئ أنا الآن archive.html وهذا سيكون archive.html، سنسميه archive. يمكن أن نضع فيه أي شيء نريد، HTML عادي أو HTML مخلوط مع Gutenberg. فإذا الآن مثلا في صفحة الأركايب، إذا فتحت صفحة التصنيف يفترض أن تظهر لي صفحة الأركايب. فإذا الآن مرة أخرى إذا ذهبنا إلى مقالات تصنيفات مثلا هذه قمت بعرضها يفترض أن الآن تعرض لنا صفحة أركايب. فإذا لاحظوا أركايب جيد. فإذا أي شيء أنا أريد أن يتم في عرضه في صفحة الأركايب أقوم بوضعه بarchive.html. طيب ماذا عن page.html؟ فإذا page.html سأكتب هنا كلمة page فقط. وإذا الآن لو ذهبت لي الصفحات، كل الصفحات وعرضت هذه مثلا أو عرضت هذه الصفحة، لاحظوا نموذج فارغ للبيجز، نموذج فارغ. هل أنا قمت بالحفظ؟ لم أحفظ. لاحظوا أعطاني نموذج فارغ. لو قمت أنا بالعودة مجددا لاحظوا بيج. فالآن الفكرة، ما هي الفكرة؟ ما الشيء الذي عليك أن تفهمه من كلامي؟ كل صفحة بووردبريس، كل ليست صفحة بمعنى بيج، كل شيء، كل واجهة بووردبريس لها نموذج خاص. فبالتالي الصفحات لها نموذج خاص، المقالات لها نموذج خاص، الأركايب لها نموذج خاص. إذا أردت شيء معين أن تظهر له نموذج خاص ماذا تفعل؟ تعود لهذه الصورة التي أنا وضعتها في صندوق الوصف وتقوم بالنظر إليها ما الصفحة التي تريد وتسميها، تقوم بإنشائها وتسميها. إذا كان هذا الشيء معقد بالنسبة لك فاتركه، لا تفكر به، لكن ابقي الفكرة بذهنك وابقي أن هنالك صورة مثل هذه موجودة على الإنترنت، ستعود إليها إن شاء الله عندما تحتاج إليها. فهذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن كل هذه النماذج سنضعها بمجلد اسمه templates، وهذه النماذج أؤكد لها أسماء خاصة، ليس موضوع أن أسمي الشيء كما أريد، لها أسماء خاصة. فهذه السنجل للمنشورات، البيج للصفحات، الاندكس هي العامة التي تأخذ تحت مظلتها كل شيء، والأركايف الخاصة بالتصنيفات، بالتاجز، بصفحة المؤلف وهذه القصص.
طبعا هذا نفسها أعزائي نفسها بقالب كلاسيكي، يعني نفسها إذا كنت تعرف قالب كلاسيكي نفس التسمية، لكن لا تضع .php تضع .html. بداخلها ماذا تكتب؟ تكتب html أو تكتب tags html مع Gutenberg.